الو، مرحبا مرة ثانية. دونك قطعنا فقط لأنه اللايف يعني ما بقاش قدنا الوقت. دونك تكلمنا في الفترة الأولى على عدد من التجارب ديال الدول في جميع يعني في جميع القارات، على كيفاش داروا باش يخرجوا أو باش يبداو لو ديكونفينمون ديالهم. و دونك درنا عليهم لو تور ووصلنا دابا في لايف. دونك معنا ايمن الشراقي، صديق استاذ وكونسلتان وكرونيكور في اتلانتيك راديو، واللي كنا بدينا الكلام في اللايف اللي سبق ونكملوا دابا. تري بيان. بغيت نهضر دابا على المغرب، ومن وراء ايغامون نقدروا ناخذوا بعض التساؤلات ديال الناس اللي كيسمعوا لينا. فاليوم بالنسبه للمغرب زاد الناس كيسولوا واش نهايه تكون نهار 20 الاربعاء 20 ماي ولا لا، وكيفاش غادي تكون هاد الامور ديالو، كيفاش غادي تدوز. الوغ غادي نعرفوا اكثر على هاد الشيء نهار 2 18 ماي، نهار 20 ماي نهايه الحجر الصحي تجي الاربعاء، يومين قبل 2 غادي يكون عرض لرئيس الحكومه سعد الدين العثماني امام البرلمان باش يعرض خطه الحكومه في رفع الحجر الصحي. بمعنى نورمالمون البوستون كونسلتينغ جروب والخبراء ديال الحكومه خاصهم يكونوا عطاو المعلومات قبل نورمالمون هذاك لو ويكاند اللي قبل هذاك لو لاندي 18، باش توجد الحكومه وتجمع الداتا وتسونتراليزي ويقدم لنا العثماني نهار 2 18 ماي. عقلوا على هذا الموضوع، هذا في لابريميدي غادي يدير عرض امام البرلمان، وكنتمنى من انهم ينقلوه في التلفازه ماشي غير ويتم العرض ديالو باش نسمعوا ليه كاملين. وخا هاد القضيه صراحه واحد نقطه زعما ان تيمونياج للبرلمان، هاد الكوفيد وهاد المرحله ديال الكوفيد البرلمان المغربي خدم بواحد الطريقه نقيه، بحيث انه لاول مره في التاريخ ديال البرلمان كيتعرضوا للاشغال ديال اللجان عبر تقنيه الفيديو كونفرنس، والبرلمان يردي لايف الاشغال دي كوميسيون بيرمانون داخل البرلمان اللي يقدروا يتبعوه مواطنين ومواطنات. جيسبر بانهم ايغالمون غادي يكون بيان سور النقل ديال العرض ديال سعد الدين العثماني نهار 18 على المغرب كيفاش غادي يدير ديكونفينمون ديالو والتصور اللي غادي يكون. ولكن اوناتوندو يجي العرض ديال رئيس الحكومه بامكاننا نطرحوا بعض الافكار اللي بغيت نبارطاجيها معكم بحكم هذاك الشيء اللي شفت بان لي على تجارب الدول والناس اللي قرابين لينا ايتسيتيرا، بامكان انه هذا يكون هذاك هو المآل ديال التوجه اللي غادي يكون عندنا في المغرب. اللي نبغي نقول كيسمعوا لنا، وهنا غتسمحوا لي الا دويت بطريقه شويه شوكونت، ولكن اللي كيتسنى انه غادي يكون ان غوتور على نورمال ماشي غير في 20 ماي وحتى الى ما لا نهايه، سي امبوسيبل. بالنسبه لنا انا كنعتبر راسي انني محظوظ اي كو جو سوي شانسو انني عايش في هذه الفتره هذه، باسكو كاينه حياه ما قبل الكوفيد 19 وكاينه حياه ما بعد الكوفيد 19. ان غوتور على نورمال حياتنا اللي كنا كنعرفوها من قبل، هذا الغوتور على نورمال امبوسيبل يكون. ومن هنا 2020 2021 بين ما بين اللقاح لو فاكسان، وهذا سؤال طرحوه بزاف ديال الناس في اللايف هنايا. بوغ لانستون الابحاث على الفاكسان حتى واحد ما عارفها فين غاديه، كاين غير مده تقديريه تتفق جميع الحكومات ومنظمه الصحه العالميه على الحديث عنها، المده ديال ما بين 12 حتى 18 شهر، هذه هي الانفورماسيون اللي كتبقى ترجع. دون 12 موا ا 18 موا يوغا بوتيتر ان فاكسان. وحتى الا كانوا اليوم دي لابوغاتوار اللي علنوا على انهم كاين لقاو واحد الخليط خاصهم دابا غير يبداو التجارب في الحالات البشريه عليه، هاد التجارب ولا فاليداسيون تسنى بين مبادئ زيفي سكوندير، هاد الناس يقدروا يبحثوا على بخصوص كيفاش كيتصاوب لقاح. مي اللي كاين واللي غنعرفوا انه من هنا لنهايه 2020 الحياه كامله غادي تبقى خدامه بالتباعد الاجتماعي، لو بور دو ماسك اي لو كونترول ماسيف ديال لي موفمون دو لا بوبولاسيون. بمعنى غادي نبقاو محطيين ومزيرين على الاقل لمده سنه مقبله بين ما تكتشف شي لقاح، وحتى الى تكتشف اللقاح ما هي قدره الحكومه اللقاح في سيسر على تلقيح الساكنه ديالها والناس ديالها. وعاد اون بلوس هذا موضوع اللي كندوي عليه دابا مازال غادي يكون بعيد، وغادي يكون ان شونطاج ما بين الدول وما بين الحكومات،
هنا غيبان عندك لو بلو فور، علاش الدول الكبرى كتسابق على لو فاكسان؟ باسكو اللي عنده لو فاكسان لو بلوز افيكاس ولات عنده لا سوبريماسي بوليتيك مي ايغالمون جيوبوليتيك نقدر نقول على الدول الاخرى. ف سي اون كورس لي اوجوردي كونتر لي فاكسان، ولعب كبير ملعوب في لا فاكسيناسيون. هادشي غادي نقدروا نشوفوه، هادشي غادي نقدروا نشوفوه من بعد. نرجع لو كا ديال المغرب، الى ابارتيغ من 20 ماي غادي نعلنوا بانه الحجر الصحي غادي يسالي، ولكن غادي يبقى مقيد. اول حاجه خاص يدار تعديل قانوني على تيكست دو لوا اللي دابا هو اصلا الغيجي الحاله ديال ليورجونس سانيتير، ان شانجمون دو لوا. غادي يجي ان تيكست سوبليمونتير اللي غادي يبدل لينا لي ريستريكسيون، وغادي يسمح بلي ديبلاسمون او نيفو ناسيونال ا ببري. بالنسبه لي ديبلاسمون على انترناسيونال، نقولها لكم من هنايا تو سؤال مهم، لو فول على انترناسيونال غادي يكون حاجه اللي مستبعده حتى لسبتمبر ولا اكتوبر. وهادشي ماشي في المغرب، في دول العالم كامله غادي يبقاو الحدود سادين لكاع دول العالم على الاقل حتى لاكتوبر، من بعد نشوفوا شنو غاديروا. ولو ديبلاسمون اللي غادي يكون عندنا في المغرب غادي يبدا بان ديبلاسمون دون لا فيل في المدينه اللي انت ساكن فيها، اي بوتيت دون لا بروفانس في الاقليم. ولكن جو نو بونس با انه ابتداء من ماي وحتى لجوا ممنوع وما غاديش يكون مسموح بالديبلاسمون ريجيونال، وغالبا غادي تبقى داخل الجهه اللي انت ساكن فيها، وتما فين غيبقى محدود لك لو ديبلاسمون ديال التريتوار ديالك. واي ديبلاسمون خارج الجهه غادي يكون مقرون بوتوريزاسيون ديال الوزاره الداخليه بيان سور. بالنسبه للطلبه والتلاميذ اللي كيسمعوا لينا، راه كما قلت غالبا التوجه اللي كاين دون اتوندون نعرفوا الحكومه شنو غتقول. دونك انا جو بارل با نون دي غوفيرنمون، هذا غير التاويل ديالي الشخصي، اون اتوندون نهار 18 نعرفوا واش كاين. لكن بناء على التجارب المقارنه وهادشي اللي كيبان لينا، هو انه غالبا غادي نبداو بلي فينيسيون، غادي نبداو بالبكالوريا الناس اللي عندهم السيزيام النيفو باك التاسعة الشهاده، اي واحد عنده ان اكزامان دو باساج المرحله المقبله غادي يقدر يكون ان غوتور بروغريسيف فيغ لي ليسي كوليج اي بريمير، واللي غادي يقدروا يكونوا خاويين. باسكو مثلا اعدادي غادي نحيدوا السانكيام ما غيجيوش، وغادي يكونوا عندنا بلوس دو كلاس فين نقدروا نفرقوا لي زيتوديون على لا كلاس، ونحترموا واحد النوع ديال التباعد الاجتماعي شويه. مي سي جوست ماشي بور ايتودي ماسيفمون، سي جوست بور سو بريباري ا ليكزام فقط. اي هنايا غادي نتسناو بانه الوزاره تعرف شنو كاين، وخصنا نعذروا وزاره التربيه الوطنيه والطلبه اللي كيغوتوا لي بارون ديليف كيقولوا الوزاره تعطلت علينا، لان هذه سي اون كريز سانيتير. وزاره ماشي ما عندهمش وزاره التربيه الوطنيه راه بحالنا كتسنى ايديكو، حتى وزاره الصحه تعلن بالارقام والمعطيات بانه لا كور غاديه مزيان، كو تجاوزنا مرحله الخطر، اي لو طو دو ترانسميسيون نقص، ولات الامور ميتريزي، عاد الداخليه تخرج الانستركسيون ديالها بيان سور بان غوتور بروغريسيف، وعاد تقدر التربيه الوطنيه انها تدوي على بيان سور ان غوتور بروغريسيف ديال 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 القرايه. فالتربيه الوطنيه راه كتسنى بحالنا، والقرار ماشي بيتا باسكو سي اون كريز سانيتير، فنعذروا انهم بيان سور ما عندهمش لا فيزيبيليتي، باسكو بور لانستون خاصنا نعرفوا الحكومه شنو غادي دير بناء على معطيات الصحه والداخليه. بالنسبه لي زونيفرسيتي في لونسينيومون سوبيريور، جو نو بونس انه ان يوغا با ايغالمون دو روتور او زيتود بالنسبه للبروميير اني دوزيام اني ديال الاجازه. بالنسبه للتروازيام اني ديال لا ليسونس الاجازه اللي هي غالبا غادي تكون، لان بيان سور لي زيتوديون في لا ليسونس يا عندهم ان ترافاي دو ريشيرش ميموار دو ريشيرش خصهم يديروه، يا عندهم دي ستاج بي اف او اللي كان خصهم يدوزو. لي ستاج بي اف او ايزون تيتي اريتي اي انولي باسكو الشركات سدو، اي سي نورمال ستاجير خاصو يرجع لدارو الا كان الشركه كامله سدات ما عندك ما دير تما. وهنا التوجه اللي كاين، وهذا هو اللي كنصح به الطلبه، لانهم اغلبيه الطلبه كيقدروا يتواصلوا مع الاساتذه ديالهم، الشيف فيليير، الشيف ديسون، الشيف ماستر، اشنو غنديروا شنو غنديروا. خصكم تعرفوا انه حتى الاستاذ ديالكم راه ما عارف شنو خصو يدير، وحتى الاداره ديال هذيك الكليه ديال المدرسه حتى هي راه كتسنى. فشنو غيوقع دابا الا ما كانش الامكانيه اننا نرجعوا للشركات باش نكملوا الستاج؟ وهذه القضيه جو نو بونس با انها خاصها الدار، لان خاصنا نقللوا العدد ديال الناس اللي غيدخلوا للشركه. اصلا الشركه راه ما غتخدمش 100%، خصنا نعرفوا القضيه. راه التعليمات ديال الديكونفينمون كيفاش لنا بالنسبه للدول الاخرين، هو انه على الاقل يرجع النص ديال لاماس سالاريال، النص اللي في حاجه سميتها رفع الحجر. كاين لي زيتاب غادي تعمل 100% ما غاديش يكون دقه واحده صافي راه انتهى رجوع الى الحياه العاديه، وكيف قلتي ما غاديش
هذه على شحال دونك لي ستاجير اللي من هنا يعرفوا يوغا با دو توغ ستاج. فالحل الوحيد اللي عندكم لانه بدات الازمه قبل ما يبداو لي ستاج ديال لي بي اف، الحل اللي عندكم هو تشوفوا مع لي بروف ديالكم وتاخذوا لوتوريزاسيون باش ديروا ان طرافاي دو ريغيرش، ان طرافاي كو هو بوفي فير دو ريغيرش اي داناليز دي دوني، لكن اللي ما غيحتاجش لكم شركه، غادي يحتاج لكم فقط ارقام متاحه للعموم. مثلا غتخدم مثلا ايتوديون اون ايكونومي، غتخدم مثلا على الكوميرس اكستيريور ديال المغرب، في عوض ما تستاجي في وزاره الماليه غتجيب لي دوني اللي كاينين وغتخدم مع راسك في البي اف او ديالك. وهذا الشيء بالنسبه لكاع لي ايتوديون، كونتاكتيو لي بروف ديالكم اللي عندهم سوتنونس ديال الماستر، اللي عندهم سوتنونس ديال ليسونس، كونتاكتيو لي بروف ديالكم، قنعوهم باش ديروا ان طرافاي دو ريغيرش وجدوا باش انفو يرجع له غوتور ان نورمال تكونوا بخي بوغ سوتنيير. اما الا بقيتي كتسنى ان الشركه تحاول ترجع تحل دوز ستاج، غادي تضيع واحد العام اخر اللي ما عندك ما دير به بوغ لاستون باش تضيعه. فهذا هو التوجه اللي كاين بالنسبه لي زيتوديون اللي كيسمعونا. اي بروغريسيفمون ابارتير من لو 20 ماي جو بونس انه غادي يبداو سيغتان بيزنس اي سيغتان كوميرس يبداو يتحلوا بشويه بشويه. وهنايا اون بونس او كافي، اون بونس او ريستورون، certains commerces de proximité. ولكن بيان سور كيما قلنا غتكون لا بريوريتي لا كوموند ا امبورتي، قهوه غتاخذ القهوه ديالك تمشي في حالك، ريستورون تاخذ لا كوموند تمشي في حالك، افيك بيان سور ما يكونش الصف لا كو بزاف عامره داخل المقهى، احترام التباعد الاجتماعي ايتترا ايتترا. ميتنون التوجه شفنا انا الدول اللي اقترحوا انه كيف قلتي كاين اللي غادي يدير واحد لو نوم غيدوي ديال الطاولات من بعد هذا لو نوم غيدوي غادي يكون اوبليغاتوار اللي بغى يكون في طاوله يكون فيها بوحدو، ومن بعد عاد غادي يبقى غادي كيكبر داك العدد، ما غاديش يعني من الاول نعاودو نطلقوا ان ريستورون ولا ان كافي للحاله العاديه ديالك. اكزاكت امبوسيبل. كيلكو زيتوديون كتبوا لينا على انه لي زيتوديون ديال بروميير اني والدوزيام اني اللي عندهم دي ستاج تاعهم خصهم يدوزوهم، هادو لي فينيسون اللي عندهم كاريمون ان جو دو ديبلوم و ابونتي بلي رجعوا، فما حساب بالبريمير دوزيام اني. دونك بالنسبه للبريمير دوزيام اني غادي يكون ان سيستيم دو كونترول كونتينيو اي ديفالواسيون سامبل، و الا حتى الا كنتي غدير ان طرافاي دو سوتنونس قدام لي بروف ديالك باغ لا سويت، راه غيكون ان طرافاي دو سوتنونس على بيان سور شي ريغيرش غديرها ولا شي بحث غديرو برينسيبالمون اللي غادي يعطيه لك البروف ديالك. خصنا نعرفوا ان لي استراتيجي دو ديكونفينمون ديال رفع الحجر داروا بيان سور كيداروا بطريقه تدريجيه بروغريسيفمون، والطريقة التدريجية على مراحل. تونس عندها 3 مراحل، فرنسا 3 مراحل، دول أخرى 4 5، حتى حنا راه نشوفوا المراحل ديال المغرب. المرحلة الأولى اللي هي من لو 20 ماي، غالبا غتكون من لو 20 ماي حتى غالبا شي تاريخ في شهر 6، ربما الأول ربما الوسط ديالو. لا دوزيام فاز اش كدير؟ كتكون وزارة الصحة كتراقب الحالة الوبائية، إيديكو كتشوف أنه كي دايرين الارقام ديال لي نوفوكا والارقام ديال الشفاء ولا كورب ايبيديمولوجيك كي غاديه. وفي هذه الحاله هذه ملي كنشوف انه لا بروميير فاز دازت مزيان اللي هي من 20 ماي حتى شي حاجه في شهر 6 ايكو لا سيتوياسيون بقات ميتريزي نقدروا ندوزوا لا دوزيام فاز، حيت الى ارقام تكفسوا من وراء الديكونفينمون الاول رفع الحجر ديال مورا 20 ماي، راه الحكومه بتفاصيل الموت تقول لك غوتوغ على نورمال، عاود كونفيني وسد كلشي من الاول ايتترا. هذا الشيء علاش الالتزام غوتوغ على كاز ديبار سون باسي باغ لا بريزون. لونجاجمون ديال الالتزام ديالنا ابتداء من 20 ماي خاصو يكون مضوبل، ماشي دابا حنا هي راه جامعين راه يوصلوا وتقيل الامور ولكن راه هذا هو الميساج ايمن، ولكن راه اونكور خاصنا نكون اونكور بلو ديسيبليني من ورا لو فان، حيت الى غوفيرنمون شاف بانه ايفيكتيفمون لي شيفر كومونس ا بيسي ميم ابخي لو 20 غادي يزعم يدوز معنا للدوزيام فاز، سينو راه والله ما يعقلوا علينا فاصل مو عندهم رجع اسيدي سد عليك والله ما يتسوق، عندهم الامور هانيه ترونكيل في القضيه هذه. ف هذا هو الميساج اللي خصو يدوز ايمن ايفيكتيفمون بانه راه دابا اللي الامور اون فادي سهله لانه كاين ان كونفينمون، راه اللي صعيب وفين خصنا نزيرو مزيان هو من بعد ما يبقاش لو كونفينمون اوبليغاتوار، وديك الساعه اللي خصنا حنا نبينوا بانه كشعب اوني كابابل انه نواجهوا هذا الشيء هذا بلا ديك الضروره ديال كل واحد يبقى في دارو، فقط بالتباعد في وسط العمل، فقط في الاحترام ديال هذوك الامور الصغيره تصير تلقانا شي حاجه باش نمشيو ليها كلنا. ولكن للاسف ايمن سانسيرمون كتشوف دابا في وسط الكونفينمون بانه كاين مشاكل، وكتشوف بانه كاين واحد الاكتظاظ ربما بعد مرات اكثر من الايام العاديه في بعض الاماكن. وكان دابا سمعتي بشنو وقع في مراكش القضيه ديال الحمام، سمعنا شي وجده 14 اليوم صفر حاله 14 اليوم، اليوم حاله جديده منين جات كيفاش؟ دونك هادشي هو اللي كيخلي انه الخلعه. دونك واخا تقدر ربما سيطرتي على الامور وما وقعاتش
ديك لا كاتاستروف اللي كنا خايفين منها، مي غدا بعد غدا راه مازال تقدر توقع، راه سي با فيني. صح صح كاين عندي دي كيستيون طالعين على الدوزيام اني، دوزيام اني باكالوريا، ف رابيد بعدا بون كوراج الناس ديال الباك، لانه ديجا الباك صعيب في الظروف العاديه. كذبش عليك انك يكون عندك امتحان بحال هكا ومازال ما عرفتيش فوقاش غادي تدوزو كيفاش غادي تدوزو، شويه صعيبه. دونك جو لوغ سويت بون شونس. فبالنسبه للدراري اللي في النيفو باك واللي في الباك، فهنايا غادي يكون ان غوتور ليكول، مي بور سو بريباري ا ليكزامان، وليكزامان يقدر يتعطل ماشي مشكل، راه يقدروا يدوزوا امتحانات البكالوريا حتى الاخر ديال جوان ولا ديبي جويي. النصيحه اللي كاينه دابا انه في عوض لي ستوديوم يبقاو يخموا بحال هما خدامين في الداخليه معاش لو غوتور، خصهم يطيحوا على كتبتهم ويمشيو يقراو ويطحنوا السلاسل ويتبريباريو كوم الفو. خليو هاد المسائل للخبراء، انت بقى اجور مكاربوري مخك مركز على الكور ولي شابيتر ديالك، وتسنى لو مومون يقول لك اجي دوز. خاصك دابا انت عاد تخدم وتسنى انه لا كور يجيك من عند السلطات، اما باش انت تفكر وتخمم، لانه بزاف دي... وهذا انا عارف، انا عقليه الطالب المغربي كي دايره، راني استاذ كيقمر وكيقول علاش غنضرب تماره الا كان ليكزامان غير بشي شهر 9، دوب شويه عليا انا وقت ما ترخاو كذا، ما ديرش التقمار هذا ما خدامش الله يرضي عليك. سير وسير تقراو تبريباري وخدم مع راسك، ايه من الوقت ملي غايقول لك اجي دوز اجي دوز مع راسك. دونك لو غوتور بروغريسيف ا مون افي لا دوزيام فاز اللي غتكون غالبا في نص شهر 6، غالبا غادي يبداو يطرقوا بشويه بشويه سيغتان فورم دو ترونسبور بوبليك. جو بونس انه بحال مثلا لو ان سي اف اون بو ان بو فير ديماري كيلكو تران باش يقدر يكون لو ديبلاسمون ما بين المدن، يكون ان غوتور شويه في ترونسبور ايريان ناسيونال، سيرتو بوغ جواندر سيغتان زون ما بين المغرب مي لي فول او نيفو ناسيونال. غادي يقدروا يسمحوا لبعض تجمعات انها الدار، سورتو جو بونس تجمعات اللي قل من 30 قل من 40، وهنا كنهضر برينسيبالمون على الاقسام والمعاهد، لان هذاك تجمع حتى هو غالبا غادي ابتداء من الاخر شهر 6 غادي يقدر يبقى ان غوتور ا بوبري بروغريسيف او نيفو ديال سيغتان زيكول، مي جو دي بيان سور لي زاني المهمين ديال لو باساج. اي جو بونس في الدوزيام فاز الاخر شهر 6 غادي تقدر دير ان ريوفيرتور ديال لي طابل اي لي شيز دي ريستورون اي دي كافي افيك ان ماكسيموم في المحل. نقدروا نسمحوا في الاخر شهر 6 بوتيتر انه محل ولا قهوه يخدم، ولكن غير ب 10 طابلات فقط ولا 15. وهذا العدد غادي يحددوه بيان سور لي زاجون دو بروكسيميتي، حيت ما كاينش اللي جو بونس عارف انه بحال مثلا لوكال يوم مثلا ديال 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 ليسبان، ليسبان في سيغتان فيل حبسوا 10 ديال لي طابل سيغتان ريستورون، وفي دوطغ فيل عطاوهم 15، في دوطغ عطاوهم 20، فعلى حساب الكثافه على حساب الاقبال. واللي ما كاينش اللي عارف هذه المعلومات قد لي زاجون دو بروكسيميتي المقدم القيد هما اللي عارفين هذه القهوه كتعمر، هذه القهوه عليها الطلب، هذه القهوه كذا. اي بيان سور سي توجور كنلقاو هذاك لو بوين دو بروكسيميتي ديال الداخليه. اي جو بونس انه راه ايفيكتيفمون الله يحسن العوان اللي هاز الثقل الكبير ديال هذا الكونفينمون وديال دي كونفينمون هما المقدميه وهما القياد، كنلاحظوا انهم خاصهم يسهروا على العمليات ديال التوزيع ديال القفاف المساعدات السويفي ايتترا، ف سي با ايفيدون اي زون ترافاي ديفيسيل افير. ميتنون ا بارتير من لا دوزيام فاز كاين لا تروازيام فاز، لاغلبيه الدول العالم كيتفقوا على انها جويي ديبي اوت، وهنا بوتيتر انه غادي يبداو الناس التوجه ديال الحكومات انهم يديروا سكون ابيل ان غوتور نورمال دو ليكونومي، اللي نقدروا نسمحوا ديال الشركات انهم يرجعوا العمل ديالهم، يرجعوا العمل ديالهم بنسبه اكبر من 50% ديال الموظفين، يجيبوا موظفين اكثر، يبدا الخدمه ديال 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 ايغالمون لو غوتور ديال لي ريستورون اي لي كافي لواحد 80% من لي كاباسيتي ديالهم. غادي يكون هذيك الساعه نورمالمون تعرف وتحل المشكل ديال لي زاني دو باساج، ايديكم معروفين شكون اللي غادي يدوزو شكون اللي ما دازوش شكون اللي ضوبش شكون اللي ما ضوبش، حتى من شهر 8 تقريبا ربما داو التوجه. اي بيان سور التوجه اللي غادي يكون عاوتاني ربما في شهر 8 هو ليتود والدراسه ديال ربما لوفيرتور دو ليسباس ايريان فاس سيغتان بي، بعض الدول اللي بان انها ميتريزات بواحد الطريقه كبيره لا سيتوياسيون ديالها، بحال مثلا الالمان، النمسا، لوتريش،
ولا سيغتان بيي كي اون تيتي فور في لا جيستيون ديالهم ديال كوفيد 19، ربما يبداو بعض الحكومات يحلوا، وصلت المغرب يحل الحدود ديالو باش يبداو بعض الدول يصيفطوا الطيارات ديالهم ويبداو يشونج مع بعض الدول. وهنا ان بونسي المغاربه اللي مازال حاصلين على برا كي سون كوانسي على الاكستيريور، اي سا سي ان غران سوجي. ودايوغ انا تزقلت انني كنت غادي نقدر نكون واحد منهم باسكو كنت في ماريكان ابتداء من الاخر ديال شهر جوج، وبقيت تما حتى تقريبا الاخر ديال شهر ثلاثه، ورجعت بالضبط بالضبط رجعت في اخر نهار قبل ما يسد فيه المغرب الحدود الجويه ديالو مع العالم. سيتي جو مو رابيل تري بيان لو 17 مارس، حطات الطياره ديالي في المطار ديال محمد الخامس مع 11 ديال النهار الوحده ولا الجوج على المغرب على اغلاق الحدود الجويه ديالو. فكان بامكاني ان نكون من دوك المغاربه اللي حاصلين على برهم بامكانهمش يجيو، وخل مكتب الصرف دار معاهم واحد لو جيست زاد ليهم 20000 بلا دوطاسيون ديالهم. وسمعتي البروبليم اللي وقعوا من بعد مع لي بونك بعدا باش يقدروا يستافدوا من 20000. فناس عايشين ظروف صعيبه، إيه هاد ظروف صعيبه العالم كامل دابا شهرين وانت عايش يعني في واحد البلاد اخرى، وربما ما ماشي ربما 100% ما عندكش مدخول، ما عندكش كيفاش تعاون راس، ما عندكش فين هذا كي غدير ما يمكنش. ولحد الساعه الحكومه ديالنا مازال ما عطات حتى تصور، كاين اللي كاينين غير معطيات اغوشي دروات، وحتى ملي بغات تهدر الوزاره ديال الخارجيه على المغاربه اللي في الخارج ما دارتش لقاء رسمي، وعيطت على دي جورناليست، كلفوا واحد من المديرين ديال ان ديريكتور ان غرون ديريكتور في الوزاره ديال الخارجيه دار لايف مصطفى سوينغا هذاك اليوتيوب بيرفكتيون. فبمعنى شنو؟ حتى الا وقعت شي حاجه راه ديك المعلومه احنا ماشي مسؤولين عليها، راه دارت في لايف، بمعنى راه عاد خرج عندنا. فهذاك كان خطا تواصلي كبير، اي سيتي با جولي اي سيتي با بيان. وانا جو روبروش انه كيفاش دي زيب سودو انفلونسور بحال هكا كيسمحوا لرؤوسهم انهم يكونوا قنوات ديال الصرف ديال المعلومات من عند وزارات، الوغ كو لي ريغل دو لار سي كونفيرونس دو بريس، هضر مع المغاربه، هضر مع الناس، قول لهم اش كاين ايتترا. فبوغ لانستون نوتر غوفيرنمون با اون استراتيجي كلير على المغاربه القاطنين في الخارج، اي لانه كما قلنا القضيه ديال فتح حدود جويه والسماح بالطائرات بالرجوع هي قضيه ممكن اننا نديروها، ممكن اننا نديروها، ودول ديال العالم دارتها، واخر وحده دارتها هي الهند. الهند حاليا ابارتير من اليا دو جور دايره اكبر عمليه ايفاكوياسيون في العالم، ارجاع مليون هندي للهند. مليون هندي اللي حصل على برا في مطارات وفي دول العالم غادي يبداو يرجعوا بروغريسيفمون للهند. 1 مليون دانديان، اكبر عمليه ايفاكوياسيون في التاريخ ديال البشريه، اللي من المفترض انهم يرجعوا للهند من هنا ل 10 ايام المقبله، غير يرجعوا بيان سور غادي يرجعوا بيان سور غادي لا غادي يجلسوا ربع انا وي انا ما فهمتش الحكومة عطات لراسها يعني القدرة انها تقول المغربي انه راه ما بقاتش غادي تقدر تكلف به، وبانه فقط لانه تواجد في المكان الخطأ في الوقت الخطأ ما بقاش تحت مسؤوليتها، ويدبر راسه الله يجزيك بخير في هذه الوقيته. وحدا نشوفوا لك ربما من بعد شي حل. انا ماشي كومباج علامة استفهام كبيرة، علامة استفهام كبيرة. الوغ بامكاننا نسيفطوا طيارات ونجيبوهم، وكما جبنا عقلت على دوك 157 طالب اللي كان حاصل في الصين اللي جبناهم في مارس وشدوهم حطوهم في ما بين الرباط ومكناس، وبقاو قابلين للسيتواسيون وخرجوهم كاملين من اللي ما لقينا والو. واش بونس انه ايفيكتيفمون اون بو فير لا ميم شوز بروغريسيفمون، غير هو لا واش صعيبه؟ بيان سور صعيبه، ولكن واش ضروريه؟ راه اوبليغاتوار، راه مغاربه ما يمكنش تقول لهم انا سمحوا لي صافي ما بحال بعد قلت العباره جو فوز ابوندو صافي خليتكم لانه ما قدرتش. هذا الشيء ما فهمتش كيفاش الحكومه اللي هي مسؤوله كتعطي الراسه انها تقول هذا الشيء. دوماج، هذا هو يمكن لو سوسي. ولكن اونكور اون فوا كنرجعوا لنفس هذا، لانه واخا هكا كنشوفوا بانه فينا الحكومه انا اللي كيجيني الحكومه اللي خاص يغلب عليها هو لوبينيون بوبليك، وهو يعني الراي العام، وفي الاخر كتلقى بانه واخا هكا باقي تيميد، يعني ما كنحسوش بانه هذا الشيء خلق مشكل كبير. بطبيعه الحال كتهضر عليه انت، كيهضروا عليه بزاف الناس في الفيسبوك وهذا، ولكن غير هضره يعني ما كيخلقش مشكل، ما كتحسش بانه هذا الشيء ربما غادي يخلق المشاكل من بعد الحكومه. فقط واحد واحد يعني واحد شويه الهضره عابره، وكم دابا يجي مولفين هو بهذا الشيء
ما دوز واحد 15 يوم واحد 3 سيمين ما باقي يهضر تحت على هادشي ومريض ما عنده باش. واحد النقطه اخرى قال من الباب ديال الشفافيه والوضوح اللي مالوغوزمون ما متوفرش دابا، هو الصندوق ديال المالي لدعم الكورونا والصندوق ديال التضامن الوطني لدعم الكورونا، كانوا في الاول بوندو واحد 3 4 جوغ من ورا ما بداو الصرف منه كيبارطاجيو المعلومات ديال الارقام ديالو فين وصلات وشحال تصرف منها، ولكن من وراء قرار ديال وزاره الماليه كانوا انه حبسوا لا كومونيكاسيون، ويديكو اجوردي شحال في ديال الفلوس شحال كتخسر منه فين كيمشيو سي لي زانفورماسيون اللي ما عندناش ليهم اكسي، الوغ كو بالنسبه لينا حاطين فيه بزاف ديال الناس فلوسهم على كون سون دي ماروكان، الشركات خاصه شركات عموميه ايتترا، فنورمالمون خاص يكون بحال شي فيشي بارطاجي في الدرايف اللي خصنا نكونوا عارفين هذوك الفلوس اللي المغاربه كاملين حطوا فيهم بارتيكولي شركات عموميه خاصه دوله اثرياء فقراء كل شيء حاول يساهموا خا اس ام اس ديال 10 دراهم فاموا نشوفوا ان الوضعيه ف كتعرف كتعرف التوجه فين مشات فين مشات وسورتو راك بلا ما نبقاو جو بونس بحال كنتي كنديروا لوتروش انا مون سونس اي حاجه ما فيهاش شفافيه والا فيها مشكل والا وان الناس اللي خباو هذوك المعلومات عارفين بانهم ما غاديش يعجبونا، وكنظن بان المعلومه اللي ما غاديش يعجبوا المغاربه هو انه هذوك الفلوس ما يمشيوش اون بريوريتي اولا للناس اللي محتاجينهم بزاف. كلنا شفنا بانه تعطات واحد 800 درهم لبزاف ديال الناس، ويعني صعيب 800 درهم راه ماشي للشخص، 800 درهم راه بعض المرات للعائله، دونك راه ماشي شي صامليه كثيرة. وكنظن بانه الاولويه خاصها تكون في هذاك الصندوق هو انه مازال نزيدوا ندعموا هاد الناس اون بريوريتي، وبانه الناس الاخرين المقاولين الكبار والى اخره اللي تضروا صحيح، ولكن جو بونس بانهم يقدروا يصبروا على فتره بحال هكا، ما غاديش يعني تكون كاتاستروفيك. وحنا دائما ولفنا بهذا الكابيتاليزم بلا قياس، يعني انه راس المال يعني المستثمرين الكبار ما خصهمش يضيعوا نهائيا، يعني حتى ضياع اللي هو قليل لا ما خصوش يضيع مسكين لانه غادي يخدم ولا غادي يدير. مش بونس بان الطريقه خصنا نخرجوا منها، وبانه واحد اللي عنده مشاكل واقعيه يعني ديال دابا توت فيت ما كياكلش ولا عنده مشاكل ديال الكرا ولا عنده مشاكل ديال يقري ولادو، سي اون بريوريتي قبل من انه واحد المقاول ضرر في واحد الفلوس اللي هي افتراضيا عنده في البنكه واللي ربما ما كتنفعوش في الحياه اليوميه ديالو، فقط في كتبقى ليه يعني كفوكسيون. اكزاكت متفق معك انس. بالنسبه لشي ناس يلاه تلحقوا بينا غابيدمون لو وين غابريت كعمل الحاجه تكون بزاف الناس بونس ما فهموش لوبجيكتيف ديال شنو قلتي. راه سو كي ديرونج سي كو الوزاره استغلات انه حيت ملي كدوز من قناه اللي هي نو اوفيسيال من حقها من بعد تراجع وتقول هذاك السيد راه ماشي هو اللي دار الخطا وما كانش كيمثلنا وربما راه غير ما فهمتوش مزيان الى اخره، الوغ كو ملي كدوز الوزاره من واحد القناه اوفيسيال وكتصيفط شخص اوفيسيالمون كيولي ديك الساعه الكلام ديالو ما باقيش تقدر تهرب منه الوزاره. جو بونس كو سي سكو جو وليدي باسكو شحال من واحد خداها كونتر سوينغا، جو بونس با كو طوطال باسكو سوينغا دار كمان واحد العمل زوين في هذا الوقت، وكان كيديروا حتى من قبل هذاك اجيت فهم الى اخره، امور اللي فريمون ساهمات في التوصيل ديال بزاف ديال الامور في يعني في المحتوى زعما سانسيرمون. انا جي اونفي ديفوندر سوينغا باسكو طلع يعني من المستوى ديال الامور اللي كتبارطاجها في الويب المغربي، وكيشرح بزاف ديال الامور بواحد الطريقه اللي هي سهله واكسيسيبل، جو بونس سي امبورطون. متفق معاك السوكيل فيه تخيل هو زعما الناس متبعين الامور ديالو وكيجيبوا لافورماسيون من عنده، ولكن ردوا البال الله يخليكم كتبقى بون هذا رايي سانغاش كومو بيرسونيلمون كنبغي نرد البال ملي كتجيني المعلومات، وانا في الاناليز ديالي كنحل 4 ولا 5 ولا 6 ديال لي زونغلي وكنشوف شنو واقع وكنحاول ناخذ لا بون كونكلوزيون. ملي كتبغي كنعرف ملي كنعرف شنو هو التواصل المؤسساتي كدير كونفرنس دو بريس كما كيدير معنا السيليوبي يوميا، كيوقف شخصيا كيعطينا الارقام كيعطينا التوجهات سي اوفيسيال. هذيك اللي اليوم سيغتان زانفلونسور كيديرهم اللي هو انه هذه القضيه بالنسبه لي هي صعيبه عليه شخصيا، صعيبه على سوينغا، صعيبه على الصديق ديالنا، وانه يتم الاستعمال ديالو تمرير دي ميساج وتمرير رسائل اللي ربما غادي يقدروا من بعد يجبدوا ليه احراج وصداع مع المغاربه. هذا هو المشكل، خصو يكون حاضر مع راسه مزيان لانه لعب كبير ملعوب، ماشي مع راسه بحسن نيه
وبرغبه في توصيل المعلومه مزيانه للمغاربه يقدر يلقى راسو انه ايتوليزي ويديروه كانطرا ايفيكتيفمون باش يدوزو شي حوايج. الاخر ملي تجي تبغي تسائل الحكومه يقول لك وستي ان لايف وماشي حنا اللي قلناها، قالها مواطن هز قال لكم في انستغرام واش قلنا حنايا ما قلناش حنايا. واش كان يخليو المسؤول ديالهم على الظهر ديال واحد اللي كيحاول يدير الخدمه ديال الفولغاريزاسيون وديال التوعيه، فخصو يكون حاضر مع راسو. وبالنسبه لي حتى التسريب اللي كان وقع ديال المشروع ديال القانون 2220 القانون ديال الكمامه والفيسبوك ايتترا خاص ترد ليه البال، لانه كان هو الوحيد اللي دار التسريب ديال هذاك التيست ديال هذاك التكست ديال القانون، راه ما جاش من عند اخر اللي تيلو السول، والمغرب كامل ناقش تعرف على المحتوى ديال داك القانون من عنده هو. وملي نادوا الصحافه والباحثين تخيل المغرب كامل قلب الدنيا كيحاول يقلب عليه ما لقاهش، ما كاينش موقع امانه العمل الحكومه، ما كاينش موقع البرلمان، ما كاين حتى في اي بي في من المداولات اللي محطوطين اونلاين، بمعنى هو حصل عليه بوحده في المغرب كامل. وهذه بالنسبه لي انا علامه استفهام وتفاهم، لانه مادام حصل عليه والاخرين ما قدوش يلقاوه، بمعنى راه هو الوحيد اللي تعطاه هذاك النص وهذاك التكست. وهذه حتى هي بمعنى الي بوتيتر ايغالمون في اطار العمليه ديال التقلقيل ديال المغاربه ولو بارطاج، باسكو ما يمكنش يكون طالع عليه بحال هكاك في شي جروب واتساب عاوك طايح سيك كاين علامه استفهام. انا كنطرح تساؤلات جنو ديتيا با لا فيريتي ما عرفش الحقيقه، ولكن تساؤلات بسيطه وسؤال خصنا نفكروا فيها كاملين. لا سي سي بيان فيت بيان فيت donc là oui il est enregistré et puis donc c'est le force باش نشكرك ايمن vraiment merci beaucoup tu as fait un grand travail و فتينا بزاف. pourquoi لانه كلشي كيطرح اسئله على هذه القضيه ديال الكونفينمون سي نورمال و هذا البنش مارك انا بو موي لي امبورطون. علاش؟ لانه كيف قلتي الحكومه المغربيه مازال ما غاديش تعطي القرار ديالها حتى لذاك الاثنين ملي غادي تطرح الامر قدام البرلمان. دونك سي امبورطون انه الواحد يعرف شنو واقع في دول اخرى وفي دوطخ كونتينون اللي هما بعاد باش غير نحاولوا نهار يكون القرار نفهموه. ولو ميساج لو بلوز امبورطون لي دوسي ا مون افي واللي قلتي تري كليرمون هو راه ماشي راه حتى من بعد لو 20 مي الى تحيد لو ديكونفينمون عاد غادي تلعب. خصنا نعرفوا بانه دونك لي دو ما غاديش يكون توتال، غادي يكون غير بارسيال فقط جزئي، وبانه راه هذيك الوقيته هي فاش خصنا نكونوا تري سيريو، لانه باش ما نرجعوش كيف وقع لدول اخرى الديكونفينمون عاوتاني بارسيال او لف بعض الاماكن فقط. دونك ميرسي بوكو ايمن و جيسبر نديروا لو بوين ربما ابري 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 ما تدوز الجلسه ديال البرلمان نعاود نديروا ان تي بوين على 18 ماي نهار 2 18 ماي سعد الدين العثماني غادي يهضر معنا قدام البرلمان، باسكو غادي نعرض قدام البرلمان وغادي يشرح فيه استراتيجيه الحكومه في الديكونفينمون. فبالنسبه للناس اللي مازال ما عرفوش نهار 20 غادي تلقونا ولا لا، غادي تلقوا صراحنا ولا لا، فالمعلومه غادي 18 يومين قبل العثماني غادي يقدم العرض قدام البرلمان، وتما غادي نعرفوا شنو هو التوجه. وجو بونس على حساب ما بالي التوجه الاول هو انه ما غاديش يديروا تمديد الحجر الصحي، غالبا غادي يكون رفع الحجر الصحي بشويه بنهار 18 غادي نعرفوا شنو هما الخطوط العريضه ديال الطريقه والخطوات باش يكون لي بيزنس كذا. دونك نهار 18 ماي لولاندي نتابعوا في لابري ميدي العرض ديال العثماني على البرلمان باش نعرفوا كي غتكون الامور نهار 20. سامح سيمن ا بيانتو تبارك الله عليك سيري على مريم باي باي ا بيانتو